للبني آدم والجسم البني آدم قد ما الخضار هو اللي مهم. النقطة دي مهمة موت. الفيديو اللي أنا صورته من الشارع وهم بيقولوا لأ لأكل الحيوانات، بيعترضوا فيه على أكل الحيوانات، هم مصدقين 100% إنه مش مهم لحم الحيوانات للإنسان أو لجسم الإنسان. هم مصدقين، أنا مش بقول إحنا عشان إحنا لينا وضع تاني، أوكي؟ إحنا محلل إن إحنا ناكل لحوم البقر والخروف والحمامة المحشية والبفتيك، إحنا بناكل كل حاجة ما عدا الخنزير، ده بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للمسيحيين بيحبوا ياكلون البيكن والبورك اللي هو الخنزير، ده هو محلل ليهم في دينهم، واحنا محلل لينا في ديننا ناكل اي شيء فيه حلال، ذبح حلال، and ده حاجة ذو الاصفر، اعتقد ذو الاصفر او هو اللي يعني فيها حاجة كده انا ما اقدرش افتي فيها في الدين إلا إذا قرأتها عشان أقدر أقول المعلومة. لكن اللي بشرحه ناو أو اللي بقوله دلوقتي، مساء السكر على مريوم ربنا يخليك، اللي بشرحه دلوقتي حاجة مهمة موت اتسألت فيها تخص فيديو لايف أنا نزلته على صفحة تجارب من الحياة. step by step هنفهم الناس. في ناس بتقول يعني ايه احنا بنعيش على الدجاج والبقرة والجاموسة وخروف وحمامة وما شاء الله بندبح في كل الحيوانات وبنقزقزها. alright. انا بقول الناس دي عاملة المظاهرة دي ليه؟ علشان هما مصدقين في شيء اسمه فيجيتيريان اللي هو النظام الغذائي الخضروات فقط بدون لحوم، اوكي؟ مش عايزين يذبحون البقرة ويعذبوها، هم مصدقين. مش عاوزين يذبحون الدجاجة ويسيبوها تبيض وممكن ياكلوا البيض وياكلوا الحاجات الخاصة كلها بالخضروات، بوتيتو بقى، توميتو، بروكلي، فاصوليا، بامية، كل الأنواع بتاعة الخضروات اللي موجودة في العالم كله، هم مؤمنين إن ده أساس البنية لجسم الإنسان، أوكي؟ ناو هناخد نقطة مهمة قوي وبرضو قلتها في فيديو تاني اللي هو 3 في 1، انا واخواتي التوأم قاعدين احنا الثلاثة كده والناس كلها اتريقت عليا فيه وقالوا تعليقات عبيطة عليه، لكن الفيديو ده هداف جدا وبالتالي جاب 32,000 فيور. ليه هو جاب العدد الكبير من المتفرجين اللي هو انا 3 مع بعض كده، يعني احنا 3 سكر نبات قاعدين نشرب بطاطا جنب بعضنا، يعني لاني بتكلم فيه عن اشياء مهمة جدا. الاشياء دي بتقول انه احنا في عصر الكورونا محتاجين ايه عشان نقوي المناعة بتاعت جسمنا، نحارب الكورونا في انها تهجم علينا، تؤتاك أس. الخضار 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 الفيجيتيريان هدفها الخضار.
انت لما هتاخد كبسولات البايوتين، وهدوس عليها الكلمة عشان تجيبه من مصر لأي كان في أي بلد عربي هتلاقيه، البايوتين كبسولات خضار. الخضار لما بيخش السيستم بتاع جسمك بيقوي المناعة بتاعة الجسم بتاعك، بتحارب الكوفيد 19 والكورونا فيروس. you make like a defending، بتعمل حالة defense، بتعمل حالة زي اللي ماسك بتاعة الحرب دي والسيف قدامه. السيف ده هو الكورونا فيروس، والصدادة اللي بتحمي بيها هي دي الخضار. الفيتامينات أساس الحياة. إحنا ملناش دعوة بطقوسهم واللي بيصدقوه. إحنا لو جابولنا 2 حمام محشي بالفريك ولا بالرز هنقزقزوه. يس. إحنا لما هيجيبولنا حتة بوفتيك من حتة لحمة بتلو هنحمروها وهنأكلوها وهنبقوا مبسوطين موت منها. يا احنا لو جابولنا منبر هنعملوه هنكلوه. احنا ما بنسيبش حتة في الحيوان اللي لما بنتسل عليها. الدجاج بأشكاله والفريخ والتشيكن دي حياتنا ومزاجنا واحنا احرار. لكن بيسايد ديس او بجانب ده، بجانب اللحوم او الخضروات او البروتين، انت جسمك محتاج الفيجيتابل، الخضار الخضار الخضار. تأكد 100% اني بقولك معلومة عن دراية، عن دراسة، عن قراية، عن حياة، عن خبرة في قلب انجلترا 38 سنة. بقولك سلاحك اللي هتدافع بيه ضد الكورونا فيروس هو الخضار، الفيجيتابل، الفيجيتابلز. alright. انا مش قادرة اتكلم كويس لانه في عندي درس بيتحرك، وبحاول على قد ما اقدر اني اطلع الكلام بالعافية. بس اتمنى ان المعلومة اللي انا قلتها لكم تكون وصلت. ولو الدرس ده اتخلع يبقى ربنا بيحبني، لان دكاترة الاسنان في انجلترا كلهم خلاص مش هيسمحوا باي حد يخش يتعالج في اي شيء الا اذا حصل اي شيء معقد هضطر اطلب الاسعاف علشان تلحقني. لو اقول لكم ان هو اساسا طربوش ونصه مخلوع او بيتهز، وكل لما اتكلم يخبط في السنة اللي فوق، فوالله والله نفسي اقعد اتكلم معاكم في حاجات كتير موت. بس فعلا حاسه ان انا لما باجي اتكلم الفك بيخبط في الدرس فبيضيقني موت في الكلام. مقدروا موت الناس الموجودة وأغلبهم صحابي القدام والناس اللي بيحبوني كده لوجه الله وجايين يمسوا عليا. بقول لكم النباتات اللي هي النباتية اللي هي الفيجيتيريان اللي هي الخضار، هي بلغتنا الجميلة الخضار. هدى ازيك يا ابي، سلمتك يا روحي، ثانك يو، متشكره خالص. مساء العسل على لا مش قوي كده، ملكه جمال ايه ده، انا تيتا ده انا تيتا خالص. متشكره خالص، الف سلام عليك، ربنا يخليك، متشكره خالص. محمد غريب انت صديق محترم ولذيذ من يوم ما بدات في الصفحه دي بصراحه وانت معايا. انا مقدره بجد بجد الناس اللي بتيجي وبتحضر، وكلكم فعلا على راسي من فوق. واتمنى ان شاء الله انه يعني الناس تحاول تفهم، يعني انا فعلا بجد لسه راجعه حالا
من آخر يوم شغل، ومع ذلك ما فوتش أني أجاوب على سؤال من ناس أعرفها هنا على الصفحة، وكانوا عاوزين يفهموا إحنا إيه دخلنا بمسيرة الإضراب اللي كانوا عاملينه علشان المسيرة دي ما تخصناش. أنا بقول لأ، هي ما تخصناش، لكن هي معلومات عامة، وإنت بتكتسب معلومة في الطريق، وشيء ما يضركش بل بالعكس يفيدك ويزودك معلومات عامة. وإنت إذا عايز تكون صديق معايا، تأكد إني بديلك المعلومة الصح. مريومة مدياني قلب، ربنا يخليكي يا مريوم. نجلاء منورة يا تعمى، انت اللي جميلة، وميرسي على سؤالك عليا امبارح، وانا مقدرة وقفتك جنبي على الشات وقلتي لي ما تزعليش. انا زعلي كله علشان مش عارفة امتى هاشوف امي، اند هي ست كبيرة جدا، واتمنى لقى نصيب. I don't know، ما اعرفش بصراحة. انا لو اوريكم والله العظيم التذكرة على الترابيزة، انا لو اوريكم ان انا من امبارح فعلا متضايقة من الموضوع. and صحيح هو ما يخصش حد ويخصني انا، لكن التذكرة بتاعتي للأسف خلاص راحت عليا. يعني لما تكون تذكرة ب14,000 جنيه مصري وتروح عليك، والشركة نفسها هي مصر للطيران، والشركة نفسها رافضة حتى انها تجددها، لانها تجددت قبل كده او تغير الميعاد قبل كده بسبب شغلي طبعا. لكن مش عارفة اوريكم التاريخ ازاي، بس هحاول اجيب لكم التاريخ. المفروض اعتقد ان هي يوم 12 نوفمبر. يا انا ممكن اتنيها كده واوريكم كده. بص اقرا، حاولوا ادونو هي هتبقى بالعكس، بس اهي انا هحاول اجيبها لكم كده عشان تفهموا. 12 نوفمبر كان المفروض امشي، ورفضوا ان هم يغيروا لي الميعاد، ورفضوا ان هم يجددوا لي التذكره حتى لو دفعت فلوس عشان تتجدد، رفضوا وراحت عليا التذكره. والتذكره دي اصلا انا بقطعها سنويه، اند الحمد لله. بس عشان كده انا كنت متضايق امبارح، اند ميرسي خالص يا نجلاء على اهتمامك بيا، اند انتي فعلا صديقه لذيذه، وانا مبسوطه بيكي كصاحبه، واتمنى ان شاء الله كده يديم الصحوبيه والصداقه عليا يا رب مع الناس الحلوه اللي عندي. انا مش عيله صغيره ولا عايزه اتعاكس ولا عايزه حد يضايقني، بليز. انا عندي فعلا فعلا حاجات كتيرة جدا بحاول انساها وانا موجودة معيكو، and اتمنى ان شاء الله تستنوني في لايفات جديدة تانية هنناقش فيها حاجات مهمة موت، في منها موضوع شيق جدا. وبرضو في حد هنا كان طلبه من الناس، مش هقول اسمه، وهو فعلا بيحصل في انجلترا، وهو حقيقة وموجود، وهو حقيقة. وأنا عن نفسي عندي تجربة خاصة فيه. إذا كنت أنت مش صديق على الصفحة الخاصة بتاعتي، وأنت إنسان محترم، أنا هضيفك، لأن أنا أغلب فيديوهاتي اللي بتكون في البيت بعملها من الصفحة الخاصة بتاعتي. أما الصفحة بتاعة البابليك اللي هي تجارب من الحياة، بحاول على قد ما أقدر أتفادى أني أعمل فيديو من بيتي، علشان ما أحتكش بحد يحاول يستفزني، أو يحاول يقل أدبه، أو يحاول يعاملني معاملة مش مظبوط. أنا مش هأسكت، لأني لساني طويلة للأسف، وانا تعودت ان انا طول ما انا صح اخد حقي. لو انا غلطان انا بقول انا غلطان، اوكي؟
and اتمنى من كل قلبي فعلا كلكم تكونوا بتتبسطوا معايا في ايا كان الرحله او الخروجه اللي بعملها. كنت بعملها في طريقي من البيت او من الشغل، من البيت للشغل او من الشغل للبيت، لكن دلوقتي انا فاضي وان شاء الله بس اشوف موضوع درسي ده وهتلاقوني نطيت فطيت، عملت لكم فيديو تاني زي عفريت العلبة اللي متعودين عليه. في ناس بتكتب كومنتات مش لذيذة، بليز يا جماعة أرجوكوا من فضلكوا، محدش فعلا محتاج يضايق حد أكتر من اللي احنا فيه. احنا عندنا حاجات كتير مضايقانا موت، ومش عاوزين حد يضايقنا في حياتنا أكتر يزود علينا الوجع. احنا محتاجين ننسى مع بعض، ننسى مع بعض اي شيء يضايقنا. احنا محتاجين حد يكون متعلم او عاوز يتعلم من صفات البلاد التانية اللي عايشين في اوروبا، ممكن يكون عندهم وعي في أشياء ممكن تكونوا أنتم ما تعرفوهاش، وممكن تكونوا سمعتوا عنها وما شفتوهاش.